السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، بدنا نعرض عليكم هذا الفيديو لحظة مقامة أفعى فلسطين بلاد الخبير الأفاعي رعد الراعي. طبعا رعد كان بمقابلة صحفية، رعد برد الأفعى على أساس أنه يعمل مقابلة. طبعا رعد بكون بصيد الأفاعي ومساعدة الناس وتوعية الناس، لكن صارت غلطة، وأتمنى من الجميع ما يقعد يحكي بيستاهل وما بيستاهلش، بالعكس احكوا الله يشفيه، لانه الزلم بيخدم بالناس وصارت غلطه وكرسته الافعى. معظم مربي الافاعي كل يوم بموت له، تقريبا في السنه بموت 2-3 من مربين الافاعي اللي بيقوموا بتوعيه الناس وبصيدوا عشان يعملوا مضادات للناس، وطبعا هي فيها خطوره الشغله، وهذا اللي صار والف سلام عليه. سمعه بيعمل تجلطات بالدم، بيهاجم الدم بشكل رئيسي، طول بوصل